بس عايز اوصل معاك لحاجه. خلاص مضيت وعملت وخلصت وبعدين روحت. روحت البيت بقى مين اللي استقبلك؟ قلت لهم ايه وقالوا لك ايه؟ عملت ايه؟ احساسك كان ايه؟ انا كنت لوحدي، كان والدي ووالدتي في البلد. في البلد؟ جالي. كنت لوحدك في البيت؟ في البيت. جالي اصحابي بقى محمود. كنتش لسه مراتك جت؟ كنتش لسه اتجوزت. كل اصحابي محمود وصاحبي وقعدوا يباركوا لي وكده. انا بقى بفكر بكره هعمل ايه في التدريب. كل الناس اصحابي في المنتخب. بس لا، لما انزل بقى التتش حاجه ثانيه. انا رايح مبسوط تاني يوم، يعني هقول لحضرتك برضو حاجه غيرت فيها كتير. رايح مبسوط وكده، مستر مانو قال لك لا هاتوه. لا مانو هتقول لي هاتوه، هتقول لي هنتكلم عن مانو دلوقتي. دخلت الاوضه، كان هو كابتن سيد ومستر مانو قاعد. قال لي وليد انا ما عنديش نجم، الفرقه كلها نجم. نجم واحد، وانت مش هقول لك ان انت نجم، لا انت لعيب كويس وبقالنا فتره عايزين نجيبك، بس زي ما قلت لك انا ما عنديش نجم واحد في الفرقه. كلكم زي بعض. زائد ان اللي عندي افضل منك. قلت له انا مش فاهم. الصدمه. عايز افهم. الصدمه. قال لي اللي عندي، اللي عايز ايه، اللي هيمشي من عندي افضل منك علشان ليه رصيد عندي. انت لسه مالكش رصيد، انت لسه زيرو، ما عملتليش حاجه. اعملها لك بايده الثانيه دي يا ابني. مسابقه الصغير ده اعمل لك الزيرو كده. خلاني يا كابتن. انا قاعد بقى التفكير بتاع امبارح بقى اختلف. لا انا عايز بكره يجي عشان اروح اتمرن مبسوط. انا دخلت النادي الاهلي. حلو حياتي خلاص بقى. لقيت بقى لا، الموضوع اختلف في دماغي. نازل. بقول له تريكه يا كابتن. قال لي في ايه؟ بقول لي متى؟ قال لي في ايه يا عم انت مالك؟ كابتن ايه؟ كابتن ايه وبتاع؟ فيش الكلام. نزلت بقى كابتن. من اليوم ده بقى انا كنت بعرف اضرب ولا كنت اعرف اعمل تاكلينج. انا كنت حضرتك عارف في بروجكت ام بي تجيلي الكره نص اللي قدامي يلعب ما اصلك ترقصت انت عامل لك من اليوم ده بقى كابتن. لا شفت بقى الموضوع في الملعب. لا الناس كلها بره حبايب وهزار وتهريج وكده، نزلوا الملعب لا منافسه شريفه فعلا. كان بص دب. مش عايز اقول لك شيكار ودب. ابتديت بقى من اللحظه دي بقى لا انا لازم عشان اكون فين ما الناس دي، لازم عشان العب لازم اكون زي الناس دي واحسن. بقى تشوف اللي بيتزحلق، لا انا اتزحلق. اشوف اللي يخش جامد ادخل جامد. من اللحظه دي بقى هي اللي فرقت معايا، القعده بتاع مستر مانويل دي هي اللي فرقت معايا. يعني هو مستر مانويل اصل، واعذرني في السؤال ده لانه سؤال مهم وانا ما كنتش هساله دلوقتي، ولكن جه في السياق ان كان الناس بتقول انت عليك لعيب مؤذي. لا يا كابتن. انا اكتر واحد خلي بالك بتضرب وبتضرب جامد جدا. لكن انا عايز احمي نفسي. انا لا انت اتعلمت ده من الوقت ده تحديدا. طبعا من الوقت ده اتعلمت ان لازم. حضرتك عارف احمد السيد كان دخلاته عامله ازاي؟ مارادونا ميسي جمعه دخلاته عامله ازاي؟ مارادونا وميسي مع بعض. دخلات جمعه عامله ازاي؟ لا جمعه كفايه بطن رجله لما يبصي لك ببطن رجله. شريف عبد الفضيل ابو شريف. لا كان الفتره دي يا كابتن كانت في منافسه فعلا قويه جدا. والفتره دي يا كابتن بتاع